هنبتدي ان احنا نعمل الكريمون جلاز او صوص الفانيليا بتاعنا اللي هنحطه بعد كده على الفاكهه، وبعدين هنزوقها في الاخر بعجينه اللوز اللي هنعملها ونفرفطها فوق الوش. احط الكريمه على النار، اوكي، هسيبها على النار علشان تغلي. ودلوقتي هجيب البيض مع الفانيليا، ممكن احط شويه فانيليا هنا وشويه فانيليا مع الكريمه، هزود السكر على صفار البيض واخلطهم مع بعض. علشان الصوص بتاعي انا اضمن يبقى ما فيهوش اي كلاكيه خالص، هزود رشه كورن ستارتش او نشا الذره صغيره، رشه صغيره، واخلطهم معاها. هرجعها دلوقتي على النار وهفضل اقلب جامد علشان ما فيش حاجه فيها تلزق. اول ما احس انها هتتخن اشيلها على طول. كده خلصت. دايما زي ما بقول لكم انا بحب اعديها من مصفى علشان اتاكد انها صافيه تماما، ودي مش كتير، انا مش عامله كميه كبيره. واول ما اعديها من المصفى هحطها على طول على التلج علشان تبرد فورا، لان لما بتقعد سخنه مده طويله ممكن البيض يبقى عامل زي السكرامبلد ايجز او البيض اللي هو زي الاومليت بس بيبقى مضروب. واسيبها لحد ما اجهز بقيه الحلو بتاعي. المرحلة الثانية هعمل العجين، والعجين بسيطة خالص. كل اللي فيها ان احنا هنخلط بودرة اللوز مع السكر البودرة مع دقيق. ادي الدقيق، هنحط معاه السكر البودرة، هنحط معاه عجينة اللوز، هنحط شوية فانيليا كمان إضافة للطعم. هجيب الزبدة بتاعتي من التلاجة لأن أنا عايزاها ساقعة، وأحطها معاهم. كل اللي فاضل إن أنا أضربهم، وبرضه هضربهم، أنا مش عايزاها تبقى عجينة، بالعكس أنا في الآخر هفرفتها زي ما قلت، فأنا عايزاها تفضل مفرفتة أو تكون مفرفتة من الأول. وادخلها الفرن بعد كده درجة حرارة 160، وهتقعد تقريبا ربع ساعة. وانا بحطها احاول اجمع كل شوية مع بعض. بس انا مش عايزة اعملها عجينة، انا عايزة برضو افرفطها كده. وهي كمان في الفرن لما الزبدة تبتدي تسيح هتبتدي أجزاء تمسك في بعض، وبعد كده لما تطلع هتبقى حمرة أو محمرة وجميلة، وهرجع أكسرها من بعض تاني لحد هي ما تستوي. أنا أقعد أشتغل على الفاكهة بتاعتي، أقطعها وأعمل لها في نفس الوقت عسل علشان أقطعها وأحطها مع العسل تحلو شوية وتديني طعم أحلى، وفي نفس الوقت الفاكهة هتلمع شوية. أجيب المية وأجيب السكر، وبس أهزهم شوية كده عشان يسيحوا. وزي ما شفنا قبل كده العسل ده أنا بحبه خفيف يدوب، بس يدي شوية طعم للفاكهة. اوكي، اجيب الفاكهة بتاعتي ودلوقتي احط عليهم العسل واقلبهم كويس.
ويبقوا جاهزين لحد العجينة بتاعتي ما تجهز. كده الفاكهة بتاعتي جاهزة. دلوقتي أجيب الكريم أو الصوص كريم أنجلاز. يبقى كده احنا خلصنا ده دلوقتي، فاضل لنا اخر حاجة هنحطها فوق اللي هي عجينة اللوز المفرفطة. كده تبقى جاهزة وازوقها في الاخر شوية نعناع. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، والف هنا وشفا.